كان عندنا نقاش قبل قبل ما نبداو هذه الحلقه، وكاين بعض الاخوان اللي اتصلوا وقالوا بعض المرات تيجي من الله ان كاين واحد النوع ديال شبه التحامل على النظام المغربي، وقررنا انه خصنا نوضحوا بعض المسائل في التعاطي ديالنا مع القضايا اللي كان نهتموا بها. كاين واحد الجدل كبير في عالم الصحافه اللي هو شحال هذه هو موجود، اللي هو الإشكالية أو المعضلة أو المشكل ديال الموضوعية، ديال الصحفي خصو يكون موضوعي ولا لا. أنا من الناس اللي كيعتبروا، وكنعتقد أن الإخوان يمكن فأنا كنهضر باسمكم، فإذا ما كنتش متفقين معايا الله يرحم بها الوالدين دخلوا، هو أنه الموضوعية شيء معقد وصعب، لأن يعني هذا يعني أن الإنسان كينسلخ من الهويه ديالو، كينسلخ من الافكار ديالو باش يكون باش اللي كيقولها كتكون غير الاخبار الى اخره. وانا لا اؤمن بذلك، لا اؤمن بالمجهود للوصول الى الموضوعيه، ولكن لا اؤمن بان يمكن ان نكون موضوعيين تماما. ولكن كاين واحد القيمه اللي كان امن بها واللي هي مهمه جدا، هي الصدق. بمعنى انه احنا راه عندنا اراء، ولكن الصدق شنو هو؟ انه ما كنزيفو شيء الاخبار باش تتماشى مع الاراء ديالنا. هذا هو الصدق. ملي كنجيو نتكلموا على واحد القضيه وكنلقاو انه كاين وقائع اللي كتمشي ضد داك الافكار ديالنا، الصدق هو اننا تنقولوها للناس اللي كيتصنتوا لنا، ما كنزيفوش الاخبار. الان الا كان اشكال مع شي اخبار اللي حنا كنستعملوها في التحاليل ديالنا، او لشي اخبار تنتناساوها لانه ما كتوافق شيء الافكار ديالنا، ديك الساعات العيب والعار علينا الا شي واحد قالنا هذا الشيء وما درناش به. فالاخوان الا فعلا حصلتوا نتوما على اخبار اللي كت من هاد اللي كتجعل انه خصنا حنا نغيروا الاراء ديالنا وحنا ما تكلمناش عليها، الله يرحم بها الوالدين، قولوها لنا. هذه من جهه. فالصدق ما كان حنا متثبتين بانه العمل ديالنا عمل صادق، ولا نزيف الاخبار اللي تتماشى مع افكارنا، ولا نتناسى الاخبار والمعطيات التي لا تتماشى معنا ما نقوم به. هادشي علما انه يمكن، ولكن هاد المساله غتكون بدون اراده، انه بعض الخطرات فعلا ما كتكونش عندنا بعض الاخبار والمعطيات، ولكن ما عمرها كتكون اراده هذه القضيه. ثانيا شيء مهم اخر هو راه حنا عندنا موقف، ما يمكنش نسالخو من هذا الموقف، هو انه ننتقد النظام المغربي، لانه نعتبره انه ليس بنظام ديمقراطي، انه ليس بنظام يحترم القيم اللي حنا متشبتين بها، واللي تنعتبروا اننا حنا اخواتنا وخوتنا المغاربه كيستحقوها. فبالتالي هذا هو التموقع التحريري ديالنا. فبالتالي ملي كنحلوا القضايا ديال البلاد، كنحلوها عبر هذاك الزاويه اللي هي الزاويه ديال ناس كيعتبروا انه كاين بعض القيم اللي هي مهمه في الحياه الجماعيه، كنعتبروا انه الديمقراطيه هو احسن نظام سياسي، كمتشبتين بالحريه الفرديه، متشبتين بالحريه الجماعيه، ونقيم ما يقع في المغرب عبر هذه الزوايا.